إن جميع أخبار الآحاد يجوز العمل بها بل لها شراب. إذن الرأي الأول شيخ الطوسي قال بأن خبر الواحد حجة يعمل به ولكن بشروط. واحد فكرة زين. السيد المرتضى والشيخ المفيد فذهب الشيخ المفيد والسيد المرتضى والطبرسي إلى القول بعدم حجيته منه خبر واحد وعدم جواز التعبد به. قال شريف المرتضى الآن هذا القول نحفظه ونسجله يقول لا الآن شنو الدليل على أنه لا يعمل بخبر الواحد؟ الشريف المرتضى رحمه الله يقول لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم. الآن شوف الكلام لا بد في الأحكام الشرعية من طريق أنا أريد أوصل للحكم الشرعي طريق للحكم الشرعي لا بد أن أوصل إلى العلم يوصل إلى العلم. ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد. ليش مولانا أبطلت العمل بأخبار الآحاد؟ لأنها لا توجب علما وبالنتيجة لا توجب شنو؟ عملا. ليش؟ لأن أنا بالأصل لازم أصل إلى العلم مو ثم أصل من إلى العمل. يعني نقرب الفكرة إنه أنا الآن لما من خبر ما قال الربا حرام مثلا لأن أنا غير يصل لي العلم بأن الربا حرام ثم يوجب علي ترك الربا صار له. يعني أنا قبل العلم مكلف بالعمل والعمل يأتي بعد العلم. العمل يأتي بعد العلم. واضح الفكرة؟ فلهذا قول لأنها لا توجب علما ولا عملا وأوحينا أن يكون العمل ثابت للعلم لأن خبر الواحد إن كان عدلا. شوف الآن الإشكالية اللي عند السيد يقول غاية الأمر إذا خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظن. يقول هذا الخبر لما يأتيني من الواحد مو خبر الآحاد غاية ما يمكن أصل به المن إلى الظن ما يقتضي الظن بصدقه ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا. واضح الفكرة؟ الآن خلي نستذكر حتى نثبت هذه القضايا في الذهن. أنا لما كنت أتحدث عن المتواتر قلت المتواتر يقطع بالعلم به صار له. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قلت انه هذا الحديث متواتر واوصلني الى العلم بان الكاذب والعياذ بالله مأواه النار ووصلت الى هذا الامر من خلال شنو؟ من خلال كون الحديث متواتر. اذا انا العلم صار عندي ثابت فاوصلني من الى العمل وترك الكذب على رسول الله. واضح؟ لأنه في نفسه ولكن خبر الواحد أنا ما وصلت به إلى هذه الدرجة ما عندي قطع به. فسيد المرتضى يقول غاية ما أقدر أوصل بخبر الواحد هو الظن وبالنتيجة إذا أنا ظننت بشيء عندي نسبة احتمال كبيرة بعدم الأولى. يعني مثلا أظن أن السماء تمطر أظن إيش قد أدي نسبة أن السماء لا تمطر؟ نسبة جيدة صار ولا واضح الفكرة ولا؟ يعني أنا الآن لما أقول أظن بشيء خلاف هذا الشيء محتمل عندي لو ما محتمل؟ محتمل مو معتد به. ولكن إذا قلت أن السماء تمطر ما عندي ظن عندي شنو قطع؟ إيش قد نسبة الخلاف؟ تقريبا ما موجود. فهذا الاختلاف الآن اللي عند السيد المرتضى يقول إنه أنا في المتواتر أسلم به لأنه العمل به مقطوع
يعني العلم ثابت، بينما غاية ما موجود في في الأحاد هو شنو؟ الظن، وإذا خلاف الظن. ولكن الشيخ الطوسي رأيه واضح وجيد، قال بأنه خبر الواحد له أدلة. هذا واحد. اثنين، خبر الواحد احنا ما نزم ونسلم تماما بخبر الواحد، ولكن خبر الواحد نقرن به شنو؟ أحاديث أخرى وروايات أخرى وآيات قرآنية وأدلة أخرى نعضدها ثم نأخذ بما بالخبر الواحد. لهنا أنا وصلت إلى أنه حجية الخبر الواحد صار فيها اختلاف، وكان الاختلاف في الأخر، ولكن الأشهر الرأي أنه يؤخذ بخبر الواحد أو لا يؤخذ؟ يؤخذ بخبر الواحد. لهنا جيد، يبقى لدينا أنه يبقى لدينا التقسيم الآخر إلى الحديث، حديثنا خبر الآحاد في صفحة 106، الحديث الصحيح. في صفحة 106 الآن قسمت الآحاد من حيث عدد الرواة إلى مستفيد وعزيز وغريب. الآن لدينا مع خبر الآحاد تقسيم آخر. هذا التقسيم الآخر، الآن هذا خبر الآحاد، سأقسمه علما إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو صحيح، الصحيح. القسم الثاني الحسن. القسم الثالث الموثق. والقسم الأخير هو الضعيف. ما هو اللحاظ في هذه القسمة؟ ما هو اللحاظ التقسيم إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف؟ هذا التقسيم مستفيد وعزيز من حيث عدد الرواة، من حيث شنو؟ عدد. أما هذا من حيث وثاقة الرواة، أو من حيث صحة السند. من حيث إذا أردنا أن نأتي إلى الراوي ونعطيه مقدار للوثاقة، أنا الراوي عندي هذا الراوي، أخذ بي أبحث في الراوي على أمرين. الأمر الأول عدالة الراوي، والأمر الثاني شنو؟ ضبط الراوي. كم كخلاصة، ما هي العدالة وما هي عدالة الراوي؟ أقصد بها حياة الراوي، السيرة الذاتية للراوي، كل ما كان لدى الراوي في غض النظر عن الرواية، مات مذهبه، حفظه، موطنه، من شيوخه، من تلاميذه، من كذا من كذا، كل هذه حياته وين؟ في عدالة. هذه كأنما حياته، يعني هذا كخلاص. أما الضبط فمن حيث الرواية، من حيث كون راوي، هذا التحمل للرواية والأداء للرواية، كيف تحمل الرواية وكيف أدى الرواية، كيف سمعها وكيف أداها، هل جاء برواية بما هي، هل زاد فيها، هل أنقص فيها، ما هل جعل الرواية وهو عند علم بخصائص اللغة. إذن ما كان في الرواية، إذن الراوي من حيث حياته ومن حيث شنو؟ روايته. جيد، إذا كان كذلك، إذن الراوي صار عندي عدالة وضبط. أما تصير عندي تمام في العدالة وتمام في الضبط فيكون في أعلى المستويات، أما عندي إشكال في جهة العدالة وتوثيق في جهة الضبط فيأتي بمرتب.
أما أن يكون شنو مشكلة عنده في الضبط ولكن على الفكر. المهم العلماء الآن قسموا هذا الراوي إلى ثلاثة أقسام رئيسية حتى يكون لدينا أقسام هذا الراوي. أما أن يكون هذا الراوي عادل إمامي، وأما أن يكون عادل ممدوح، وأما أن يكون غير إمامي، غير إمامي ثقة. واضح الفكرة؟ يعني بعبارة أدق حتى تصير عندك واضح. هذا الراوي كان إمامي، ومع كونه إمامي شنو؟ عادل. هذا في أعلى المستوى. إمامي ولكنه شنو؟ ممدوح. يعني الفرق شنو؟ إمامي عادل لديه نص على عدالته، كونه شنو؟ فيه نص على عدالته. إذا كان إمامي ولكن لم ينص على عدالته، ما ورد لي قد نص على عدالته، كان شنو؟ ممدوح بمرتبة شنو؟ أدنى. الأمر الثالث، إذا كان غير إمامي ولكنه شنو؟ ثقة. هذا الأهم من التصنيفات. إذن هذا اللي الآن نبينه، تبوا أنه هذا الراوي هسه هذا في التقسيم الأهم، أما أن يكون إمامي شنو؟ عادل. إمامي عادل يعني شنو؟ نص على عدالتي. وهذا كتبناه ولا كتبوا أنه هذا الراوي أما أن يكون إمامي عادل، موجودة هي في صفحة في صفحة 104. ابن طاووس الحلي ذكر في الفقرة الثانية إمامي عادل، إمامي ممدوح، غير إمامي. هذا التقسيم هسه الأشهر أنه يكون إما هذا وإما في الفقرة الثانية. زين، أنا هسه اللي أحتاجه لحد الآن أنه هذا الراوي هسه هو جزء من سلسلة السنة، صح ولا لا؟ هو الأهم في سلسلة السنة. الآن أنا هذا التقسيم صحيح حسن موثق ضعيف، أريد أخذ الآن بأبسط أمور حتى يعني نختم به المحاضرة إن شاء الله. هذا الراوي، هاي سلسلة السند، الآن هذا المحدث مو، وهؤلاء الرواة مو، وها المعصوم مو، وهذا المتن. أنا عندي شروط حتى أصل إلى الصحيح. إذا ثبتت عندي عرفت الشروط الصحيح، إذا صار خلل في واحد من الشروط ينزل إلى مرتبة أدنى، ثم ينزل إلى مرتبة أدنى وهكذا. زين، شنو الشروط حتى يكون الحديث صحيح؟ أولاً أن يكون الحديث شنو متصل. لأن نأشر إحنا تعريف الصحيح عند الشهيد الثاني رحمه الله، ما اتصل سنده المن إلى المعصوم بنقل العدل الإمام عن مثله في جميع الطبقات وإن اعتراه شذوذ. 106 آخر فقرة تعريف زين. الشرط الأول الاتصال، يعني شنو؟ يعني من المبدأ، مو هذا مبدأ السند، المن إلى منتهى كن متصل. هذا الفكرة، يعني الذي يحدثني يجب أن يكون ناقلا عن فلان، وفلان موجود وعدل إمامه، وفلان موجود عدل إمامه، وفلان موجود اللي أخذ منه إلى أن يوصل المن إلى المعصوم. فإذا وصلنا من مبدأ السند إلى منتهى
هذا شنو سمينا؟ هذا الآن كان الحديث متصلا. إذن الشرط الأول الاتصال، هذا حتى شنو صار عندي الآن؟ شروط الصحيح. ما هي شروط الصحيح؟ أول الاتصال، أن يكون الحديث من أوله إلى منتهى شنو؟ فيه اتصال لا انقطاع فيه، كل رواته موجودين وكلهم معروفين وكلهم متصلين، واحد ما أخذ عن الآخر. جيد، بعد شوف الآن هذا التفكيك للتعريف. ما اتصل سنده إلى، يعني من المحدث أو إلى من؟ إلى المعصوم، بنقل العدل الضابط. الشرط الثاني شنو أريد؟ أريد العدالة، أن يكون شنو؟ كل الرواة شنو؟ عدول. ثالث الضبط، كل الرواة لديهم درجة عالية من الضبط. يعني شنو الضبط؟ أن يؤدون الرواية كما سمعوها بشكل تام. الرابع عدم العلة. شنو معنى عدم العلة؟ يعني مثلا هذا الشخص على سبيل المثال كان موجود في عصر شخص آخر، راوي آخر، هو ما سمع الرواية من هذا الراوي، سمعها من راو آخر، ولكن حذف هذا السند. يعني قرب المثال، أنت الآن تسمع وتنقل إلى أحد زملائك اللي حاضرين، مو فد كلام من الأستاذ. الآن هذا الشخص اللي سمع يريد ينقل، إذا قال حدثنا الأستاذ بكذا صار عنده شنو؟ علة. ليش؟ يجب أن يقول حدثني فلان حدثه الأستاذ. فإذا العلة ما هي؟ العلة تلك الأمور الخفية التي تقدح في السند. واحدة من هذه الأمور مثلا المشتهرة أنه هذا الراوي ينقل مباشرة عن راوي آخر، ولكن هناك واسطة لم يذكرها، فهذا شو نسميه احنا؟ نسميه العلة. خامسا شنو؟ عدم الشذوذ. شذوذ شنو؟ هذه الرواية، هذا المتن، إذا نقلها ثقة ولكن كانت الرواية تخالف المشهور. كانت الرواية شنو؟ هناك رواية مشتهرة وجاءني ثقة برواية تخالف المشهور، صار شنو عندي؟ صار عندي شذوذ. يسمونه شنو؟ شذوذ. هذا الشذوذ يقدح في الصحة، واضح فكرة؟ يقدح في الصحة. فلذلك إذا كان المتن هذا الحديث يخالف المشهور نزل عن مرتبة الصحيح، فلا بد أن يكون خاليا من الشذوذ. إذن هذه شروط خمسة إذا تطبقت، هذا الشروط بل نشرة يشترط في الصحة في الحديث الصحيح شنو؟ هذه الشروط الخمسة. وين ما تخل واحد من هذه الشروط يأتي المن إلى الأدنى، يأتي إلى الأدنى وهكذا. هذا الآن التقسيم، هذا التقسيم حتى ننهي في المحاضرة، بس أوضح هذه الفقرة بأنه هذا التقسيم للحديث ليس تقسيم بمرتبة واحدة، لا، هذا التقسيم كأنما تنازلي. يعني شنو؟ يعني أنا الآن لو مثلا أخذت هذا، مو أعلى الدرجات هو الصحيح، ثم الأدنى منه أقل منه منه الحسن، ثم الأقل منه الموثق، ثم الأقل منه الضعيف. هذه هي مراتب، ليست مراتب متساوية، ولكن مراتب فيها شنو؟ فيها مستوى أعلى ومستوى أدنى. فأعلى المستويات هو الحديث الصحيح، ثم الأقل منه الحسن. ليش؟ لأنه فقد الشرط من شروط الصح، ثم الموثق فقد الشرط من شروط الحسن، ثم الضعيف كذلك فينسى. هذا الآن التقسيم الثاني للحديث
للخبر الآحاد من حيث شنو وثاقة الرجال أو من حيث شنو صحة السند، باعتبار أنه إذا كانت الرجال لديهم وثاقات السند يرتفع. فأما أن نقول من حيث وثاقة الرجال الأصل أو أقول من حيث السند، يعني هو على السند صحيح باعتبار شنو؟ باعتبار رجاله، صح ولا لا؟ فالآن التقسيم من حيث وثاقة الرجال أو من حيث صحة السند، إذا إلى هنا صار واضحا بأن الخبر ينقسم من حيث عدد رواة الطبقة الواحدة إلى متواتر أو أحاد، والأحاد يقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث شنو؟ عدد. شوف الآن نتحدث عن من؟ عن عدد، ولكن هنا نتحدث عن من؟ عن وثاقة، وهذا المميز. المستفيد والعزيز والغريب من حيث عدد الرواة، ولكن هذا التقسيم الصحيح الحسن الموثق الضعيف من حيث شنو؟ طبعا لا إشكال ممكن أن يكون صحيحا مستفيد، ما عندي مشكلة، صحيحا غريب صحيح. ما عندي مشكلة، يعني ممكن أن يكون لهذا الحديث أكثر من خاصية، ماكو مشكلة. ولكن الآن هذا اللي أريد أركز عليه، إنه إذا فقدت إحنا راح عندنا تقسيمات أكثر بكثير من هذا. إذا من اليوم ما عرفت اللحاظات وما ركزت معنى اللحاظ ما هو والقسمة ما هي، راح يسبب لي إشكالية في المحاضرات القادمة. هذا، والحمد لله رب العالمين الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اليوم إن شاء الله محاضرتنا تتم إلى المحاضرة السابقة، حيث بينا في المحاضرة السابقة الحديث وقسمناه من حيث عدد رواة الطبقات إلى متواتر وأحاد. جيد، الآن في صفحة 91 وصلنا إلى ما هي الأدلة في حجية الخبر الواحد. لا، خلينا نسترجع المادة السابقة. قلنا الحديث أو الخبر يقسم إلى قسمين، الحديث من حيث عدد رواة الطبقة يقسم إلى قسمين، الخبر المتواتر والخبر الآحاد. هذا الآن التقسيم بلحاظ ما هو؟ عدد رواة الطبقة. فإذا كانت الطبقة بحسب الرأي، قلنا هناك آراء، قيل يحتاج لنا على الأقل 5 رواة في كل طبقة. فإذا وصلنا إلى 5 رواة في كل طبقة، مثلا لدينا طبقة مؤلفة من 3 طبقات، فإذا وصلنا إلى 5 رواة متواتر صار متواتر. إذا 7 كان متواتر، إذا 12 كان متواتر، وقيل 40 في كل طبقة. إذا وصلنا إلى هذا العدد، إذا الآن التقسيم من حيث عدد رواة الطبقة، إذا كانت الطبقات تشترك
بالعدد المطلوب فهو متواتر، إضافة إلى الشروط في التواتر المتبقية اللي ذكرناها. وإذا لم نصل إلى أنه إيجاد عدد الرواة لكل طبقة، مثلا كانت هذه الطبقة 3 بدل 5، فيكون هذا الخبر شنو؟ مضمن أحد. جيد. إلى هنا التقسيم من حيث رواة الطبقات متواتر وأحد. الآن لدينا قسمة أخرى في داخل الحديث الآحاد. طبعا العمل للعلماء هو في الخبر الآحاد. لماذا؟ لأنه بالواقع العملي نسبة المتواتر إلى الآحاد نسبة ضئيلة جدا، يعني الأخبار المتواترة هي قليلة جدا. فلهذا كل العمل أساسا بناء الدين مبني على من؟ على خبر الآحاد. مبني على خبر الآحاد. جيد. الآن هذا خبر الآحاد كذلك يقسم إلى أقسام باعتبار لحاظ، ويقسم إلى أقسام أخرى باعتبار شنو؟ لحاظ أخرى. هذا مثل مثلنا إلى مثال سابق. مثلا إحنا اليوم نريد نأتي بطلاب الجامعة الإسلامية، فنقول تقسيم الطلاب إلى حيث من حيث المراحل، فيكون لدينا طلاب مرحلة أولى، طلاب مرحلة ثانية وثالثة ورابعة. الآن قسمناهم. نفس الطلاب أعيد النظر في القسم، أقول من حيث السكن، مو الذي سكن في داخل النجف الأشرف والذي سكنه خارج النجف، مو لحاظ القسم شنو؟ السكن. هذا الأفراد اللي هم الطلاب سيكون في بيناتهم شنو؟ تداخل. ليش؟ لأنه غيرنا لحاظ القسم. إذا هناك قسمة ويجب فهم القسمة بلحاظه، هذا الموضوع. لهذا الآن خلينا نعطي يعني ملحوظة هامة جدا من اليوم. إذا لم ألحظ بشكل واضح اللحاظ ولم أفهمه ستختلط عندي كل الأقسام في علوم الحديث، لأن عندنا أقسام كثيرة. مو هذه الأقسام الكثيرة إذا ما لحظنا فيها القسمة ولحاظها ضاعت علينا الأقسام وصارت تداخل. إذا لابد من إيجاد هذا الآن واضح عدد رواة الطبقة، فيكون الخبر إما متواتر وإما آحاد. تاني. الآن نأتي إلى الخبر من حيث كونه شنو؟ كونه آحاد. الآن الخبر الآحاد، ونريد أن نقسم هذا الخبر. نقول الآن في صفحة 94، في صفحة 94 أقسام الآحاد من حيث عدد الرواتب. شوف الآن لحاظ القسمة ما هو؟ ها؟ من حيث عدد الرواتب. بل الآن هذا الآحاد من حيث عدد الرواة سيقسم إلى 3 أقسام. واضح الفكرة؟ من حيث شنو؟ عدد الرواة. هسه طبعاً إحنا الآن اتفقنا على أنه في الآحاد لم أصل إلى العدد المطلوب، صح؟ في الآحاد ما وصلنا إلى العدد المطلوب. واضح الفكرة؟ إذا أنا الآن راح أتعامل بأعداد شنو؟ أقل من العدد المطلوب في متواتر. قد العدد المطلوب أقل الأعداد المطلوبة؟ 5. إذا أنا الآن في لاحظ راح تتعامل مع أقل من 5. 4. جيد. الآن يقسم خبر الآحاد إلى 3 أقسام. هذا اللي حال ما هو؟ إلى هذه القسمة؟ الآحاد عدد الرواة. عدد الرواة. إذا الآن 3 أقسام من حيث عدد الرواة. جيد. الآن
هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث. الأول المستفيد، الآن المستفيد، هذا المستفيد متى يكون مستفيدا لغة؟ المستفيد مأخوذ من فاضل ما يفيضه فيضا، هذا الآن نشرد لغة. اصطلاحا ما رواه ثلاثة فصاعد ولم يصل إلى حد التواتر. جيد، إذن هنا بالمستفيد قد العدد اللي أريده على الأقل أن يكون ثلاثة. جيد، إذن المستفيد أحتاج شنو؟ ثلاثة في كل طبق. في كل طبق. إذن الآن ما هو المستفيد إذا لغة من فاض يفيض فيضة؟ ومن حيث التعريف الاصطلاحي ما رواه ثلاثة فصاعدا ولم يصل إلى حد التواتر. جيد، يعني شو لم يصل إلى حد التواتر؟ ها على الآن في التواتر الشرطي على الأقل خمسة في كل طبق. زين، لو حصلت الآن ثلاثة وخمسة وخمسة مثلا هذا أحد، ومن هنا نوع من الأحد مستفيد. ليش؟ لأنه لم يصل إلى العدد المطلوب في التواتر. واضح الفكرة؟ نعم. يعني هو الأحد لازم يعني شرط بأنه يروون ثلاثة أو يعني أقل من ثلاثة؟ أنا الآن عندي الخبر عدد المنقول أو الناقلين للخبر اللي احنا سميناهم شنو؟ الرواة. مو؟ كم نقلوه؟ إذا نقلوه خمسة فصاعدا صار عندي شنو؟ متواتر. وإذا نقلوه ثلاثة أحد مستفيد. واضح الفكرة؟ يعني عندي العدد هو الذي سيكون من خلال، طبعا إضافة إلى الشروط المتبقية، ولكن الآن احنا نأخذ الآن الشرط الرئيسي في المسألة إنه عدد الرواة في المستفيد ثلاثة. الآن هذا المستفيد. نأتي من إلى العزيز. نأتي من إلى العزيز. العزيز سيتناقص لدي العدد. العزيز. العزيز الآن هذا الآن مو احتاجية ثلاث في كل طبقة. العزيز. مأخوذ من عز يعز بكسر العين في المضارع. زين، ما لعزته أو كذا يعني ندرته. مو اصطلاحا هو الذي لا يرويه أقل من اثنين، يعني شنو احتاج لنا اثنين فصاعدا على اثنين في جميع الطبقات. يعني شنو احتاج؟ كل طبقة اثنين. احتاج اثنين على الأقل في كل طبقة. ممكن يكون اثنين وأربعة وأربعة مثلا، بس اثنين بس اثنين ها صح ولا لا؟ ممكن. يعني أنا الآن كل الأرقام هذه اللي جاي أذكرها على نحو الأقل، ممكن زائد ولا ممكن. يعني أنا على رأيي مثلا أنه في كل طبقة خمسة يكون متواترة، جد في كل طبقة عشرة فما عندي مشكلة يعني. ولكن أنا الآن الاعتبار اللي عندي اللحاظ أنه يكون العدد خمسة في المتواتر. خلاص إذا كان خمسة بعشرة بعشرة متواتر. هذا العزيز إذا كان اثنين في كل طبقة، اثنين في كل طبقة كان شنو؟ عزيزا. زين، هذا الاصطلاح. زين، الغريب آخر. الغريب الغريب لغة المنفرد أو البعيد عن أقاربه والنازح عن وطنه، واصطلاحا هو الحديث الذي تفرد بروايته شنو؟ راو واحد في كل طبقة. جيد، راو واحد. هذا الآن اللي احنا ذكرناه راو واحد، يعني شنو راو واحد؟
يعني أنا أريد واحد 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 مثلاً أو واحد بخمسة بأربعة ما عندي مشكلة، ولكن واحدة من الطبقات صار بها العدد واحد، فهذا نعم. يعني شرط أن الوقع بالبداية يكون واحد؟ لا مو شرط، حتى لو في المنتصف. أنا أريد من أول السند إلى منتهى كم طبقة؟ مثلاً ثلاث طبقات. ثلاث طبقات. أحتاج هذه الثلاث طبقات مثلاً خمسة في كل طبقة على الأقل حتى يكون شنو؟ متواتر. أريد ثلاثة في كل طبقة على الأقل حتى يكون مستفير. واضح الفكرة؟ فإذا حصلت العدد المطلوب وتغير عندي فيما بعد صار أعلى، هذا العدد المطلوب اللي الآن شنو اللي حاط به هو الأقل، أقل ما أحتاجه. فإذا أنا الآن عندي هذه ثلاث طبقات مثلا، مو الآن إذا وصل الحديد وكان في الطبقة الأولى خمسة، الطبقة الثانية خمسة، وهنا أنا عشرة، نفس الشيء. أنا أريد شنو؟ الأقل يكون خمسة، هذا مباشرة شنو؟ متواتر. إذا اثنين باثنين باثنين يا العزيز زين، إذا هذه الاثنين صارت أربعة عزيز. ليش؟ لأنه أنا اللي أهتم به أبحث عن العدد، العدد إذا كان أقله زين، هذه الواحد الاثنين لا صارت واحد، هذا غريب. ليش؟ لأنه صار واحد. هذه الفكرة واضحة؟ زين زين. الآن نأتي إلى قضية مهمة قبل لا نكمل، قبل لا نكمل خلي الآن نسأل سؤال مهم جدا، إنه أنا العمل بالحديث متى يكون؟ متى يكون العمل بالحديث؟ العمل بالحديث يكون إذا كان هذا الحديث مو معلوم العمل به. شو معلوم؟ يعني الحديث فيه وصل بنا إلى علم، إن لم يصل إلى علم لا عمل بعد. أول مرة العلم ثم العمل. خلي أقرب الفكرة أكثر وضوحا. الآن في أحكام الشرعية مثلا، أنا الآن أريد أن أصلي صلاة الظهر مثلا، مو؟ صلاة الظهر ب12، مو؟ 12 هذه الصلاة. أنا متى يأتيني يعني الواجب في العمل؟ عندما أعلم بحلول 12، طالب إذا علمت بحلول 12 مو صار عندي شنو؟ وجوب العمل، مو؟ أو ما عرفت الثاني عشر، سمعت الأذان، المهم وصلني شنو؟ علم. هذا العلم حول الأمر إلى وجوب. وهذه الفكرة. إذا أنا دائما أبحث على العلم، والعلم الذي هو يأتيني شنو؟ يأتيني بالعمل. عمل بغير علم لا يمكن. وهذه الفكرة لنا. زين هذا الآن شنو المدخلية في موضوعنا؟ أنا كل شغلي الآن قلنا هو عمل على أخبار الآحاد، مو؟ زين أخبار الآحاد المفترض أن تكون حجة حتى أعمل بها، صار لا؟ إن لم تكن حجة فما معنى العمل بخبر الآحاد؟ لهذا راح أسأل سؤال، مو؟ ما هي حجية خبر الواحد؟ دليل. أنا أعطيني دليل على حجية شنو؟ خبر الواحد. واضح الفكرة؟ ما هو الدليل؟ ما هي الحجية في العمل بخبر الواحد؟ واحد يجي يعترض يقول لا أنا لا أعمل إلا فقط بالجماعة، إذا أتاني كمتواتر، إذا جاءني حديث عن جماعة يكون شنو؟ هناك حجة وأخذ به. وهذا الكتاب. أحنا الآن سنعطي
أدلة في حجية الخبر الواحد. في صفحة 89 واستند الآخذون بحجة الخبر الواحد وهم الأكثرية الغالبة طبعا مو إلى جواز التعبد به شرعا لقيام الدليل بذلك واستدلوا. إذن الآن أدلة حجية الخبر الواحد، إذا جاءني خبر من واحد آخذ به وهو حجة علي أم لا؟ ما هو الدليل في حجية الخبر الواحد؟ نقول حسن هذا عنوان الكتبة واللي تحته هذه الأدلة، أدلة حجية الخبر الواحد. الدليل الأول دليل شنو؟ دليل قرآني. الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز قال إن جاءكم فاسق فتبين. جيد، الآن شوفوا، خلي مع هذا الدليل القرآني، إن مو جاءكم شنو فاسق ها بنبأين، احنا هذا النبأ اللي عندنا الخبر زين وراها وين وصل؟ تبين زين فتبين. انا اريد هذا الفاسق، الله سبحانه وتعالى شو يريد يقول لي؟ تبينوا زين. اذا لو جاء شخص ينقل خبرا وكان فاسقا، مذهبه فاسدا مثلا، عقيدته فاسده، لديه بعض الإشكالات المعينة، الله سبحانه وتعالى أمرني بمن؟ بالتثبت. يعني شنو يقول لك؟ تثبت وتبين من صحة الخبر، لا تأخذ الخبر على علاته، لا، اذهب واقترن هذا الخبر بقرائن أخرى للوصول إلى الحقيقة. بس هنا أولا الله سبحانه وتعالى أسقط خبر الفاسق لو ما أسقطه بالواقع؟ ما أسقطه، ولكن أحتاج إلى من؟ إلى التبيان، صار ولا زين. هذا الآن في علم أصول الفقه يسمونه مفهوم شرطي زين. إن جاءكم فاسقون بنبأ تبينوا. نجي نسأل يا إلهي لو جاءني عادل، هو الله سبحانه وتعالى ما قال العادل شنو أسوي، ولكن راح أفهمه من هذا. أنا الآن الإشكالية عندي مع الفاسق، أحتاج شنو؟ أتبين. مع العادل، إذن مع العادل كأنما الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول ها ومع العادل فلا تتبين. مع العادل شنو؟ فلا تتبين. طبعا هنا مو معناته انه مباشرة ناخذ ونسلم وكذا، لا، ولكن كل الامور الاحترازية اللي اريدها مع الفاسق ها تكون مختلفة عن العادل. واضح الفكرة؟ زين. الان هذا الدليل كأنما الله سبحانه وتعالى يريد يقول لي اخذ بخبر الواحد لو لا، هذا الآن الفاسق واحد لو جماعة؟ واحد. زين، أنا هذا الفاسق ما طرحت كلامه أرضا، لا، ولكن احتاجيت تبيان وآخذ به، إذن أنا راح تأخذ بخبر الواحد، صح ولا لا؟ واضح الفكرة ولا لا؟ إذن الآن الله سبحانه وتعالى جوز لي العمل بخبر الواحد لو ما جوز لي؟ جاز لي. ليش؟ لأنه هذا الواحد إن كان فاسق تبين واعمل به، وإن كان بالمفهوم الشرطي
اللي هو الآن مو ظاهر ولكن أنا راح تفهمه بالنتيجة. إن كان هذا الواحد عادل فأخذ به مباشرة. فإذا الآن الخبر الواحد صار عندي به حجة أو لا؟ به حجة. وراء فكرة. زين هذا الآن الدليل الأول القرآني. زين؟ دليل الأول القرآني. طبعا هذا الدليل هناك أمور اختلاف بين العلماء في حجية الخبر الواحد. هسه احنا هذا الاختلاف بين العلماء خل نكمل الأدلة حتى نرجع. أولا ما أدلة حجية العمل بخبر الواحد؟ خبر الواحد أخذ به لو ما أخذ به؟ ما هو دليلكم؟ نقول دليلنا أولا قرآني، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. زين ما إلهي لو جاءنا عادل فلا تتبينوا، كأنما يريد أن يقول الله ولم يشترط في الأخذ بهذا النبأ جماعة. ليش؟ لأنه قال شنو؟ واحد. زين هذا الآن دليل القرآن. عندي بعد أدلة. نعم أدلة من الحديث النبوي، من السنة النبوية، مو من العمل النبوي. مو احنا عندنا فعل وقول وتقرير. زين النبي صلى الله عليه وآله من أفعاله إنه أرسل أمير المؤمنين عليه السلام قاضيا إلى اليمن. وين أرسل؟ لليمن. زين سؤال، علي بن أبي طالب سلام الله عليه لما أرسله إلى اليمن ينقل أخبار النبي أو لا ينقل؟ ينقل. الآن نحن مثلا من اليمن وجاءنا أمير المؤمنين سلام الله عليه، جاءنا شنو؟ شخص ناقلا خبرا أو أخبارا من رسول الله، أو يحكم بيننا ويقضي بيننا بمن؟ على ضوء ما قاله النبي صلى الله عليه وآله والقرآن الكريم. هذا الذي جاءنا شنو؟ شخص. شخص علي بن أبي طالب سلام الله عليه سيد الموحدين ذهب من إلى اليمن، ونال النبي صلى الله عليه وآله حينما أرسله للتبليغ ونقل الأحاديث والقضاء بين الناس، لو كان يريد الجماعة فقط لأرسل شنو؟ جماعة. ولكنه أرسل شخص، وهذا الشخص كان شنو؟ دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجوز العمل بخبر الواحد وما يجوز. واضح الفكرة؟ هذا دليل من السنة النبوية، والأمثلة كثيرة من السنة النبوية. عندنا دليل الثالث، هذا طبعا نؤشره حتى. الدليل الثالث من العقل، العقل يجوز العمل بخبر الواحد لو ما يجوز. أنا أريد أسألك السؤال، الله سبحانه وتعالى حينما أرسل الرسل لهذه المنطقة، لهذه المدينة، هذا القوم وهذا القوم، كيف أرسل لهم؟ واحد رسول واحد. فلو الله سبحانه وتعالى لم يجوز العمل بخبر الواحد كان أرسل مجموعة رسول الله القوم، ما أرسل رسول واحد. لأنه راح يبلغ ينقل من الله، مو ولان النبي يقول ربكم يقول كذا ويقول كذا ويأمركم بكذا وينهاكم عن كذا، مو هذا الآن أخبار من الله لنا وجاءت من شخص واحد. ثانيا من الصعب جدا أنه أمورنا تبقى على الجماعة حتى تكون شنو الأمور متناقلة، صعب. على كل حال وهناك إجماع من الأمة، الدليل الرابع والإجماع على أنه العمل بخبر الواحد. إذن الآن لدينا دليل قرآني، لدينا شنو؟ دليل من السنة الشريفة، لدينا دليل عقل، ولدينا شنو؟ إجماع من العلماء. هسه الآن ما هو اختلاف العلماء في حجية العمل بخبر الواحد؟ هذه الآن نأشرها.
في صفحة 89 نكتب هذا العنوان حتى احنا نعنون حتى العنوانات تفيدنا بالقراءة. آخر فقرة، فاستدل الطوسي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، فقرة الأخيرة، نكتب الاختلاف بين العلماء بحجية خبر الواحد أو حجية العمل بخبر الواحد. الاختلاف بين العلماء بحجية الخبر الواحد. هل خبر الواحد، الآن نسأل سؤال، هل كل العلماء لديهم العمل بالخبر الواحد أم لا؟ هناك رأي للشيخ الطوسي رحمه الله ورأي من للسيد المرتضى والشيخ المفيد اختلف. الآن خل أقرأ حتى نتبين هذا القول. فاستدل الطوسي في تفسيره لهذه الآية بقوله: ومن الناس من استدل به على وجوب العمل بخبر واحد. إذا كان راوية عدلا، كان الراوي منه شخص وهذا الشخص عادل، من حيث أوجب تعالى التوقف من خبر فاسق. ما قال لنا توقف عن خبر عادل، مدل على أن خبر العدل لا يجب التوقف به. أنا وين أتوقف؟ فقط وعلل به ذلك بأن تفسير هذه الآية عند المتأخرين ليس حجة للعمل بخبر واحد وإن كان راويه حدا جيد. نصحنا هذا بعض الشيء. وأكد في الفقرة الثانية، وأكد الشيخ الطوسي بقوله: إن لا نقول إن جميع أخبار الأحاد يجوز العمل بها. شوفنا الشيخ الطوسي يقول، شنو رأي الشيخ الطوسي؟ جواز العمل بخبر الواحد. الشيخ الطوسي الآن ما هو رأيه؟ جواز العمل بالخبر الواحد، ولكن مطلقا أي خبر واحد بالشروط. فلهذا شو يقول؟ إن لا نقول